اليوم أبي أتحدث عن صباح كشخص أحب أطفال، أحب أشارك مع المجتمع، أساعد الناس، وهذا خلاني أدخل في مجالات اللي هي فعلاً لخدمة المجتمع. أحب أيضاً أطبخ، أحب أطبخ كثير، ولما أطبخ أحب أطبخ للناس، فدائماً الناس يقولوا لي ليش أكلك حلو؟ أقول لأن أحط في حب فيه في هذا الأكل. أنا كنت جزء من عملي في وزارة الصحة أني أزور مناطق، وأتذكر مرة دخلت في منطقة في صحراء امرأة، يعني في البيت كنت أحاول أوعيها، وشفت برنوس يتحرك فخفت، يعني ما بغيتني أنا أشوف. أتاري هي كان عندها طفل معاقة وغطتها وخجلانة مني، فأنا فتحت وجلست ألعب مع الطفل. فمن هذاك اليوم حسيت أنه إحنا كمجتمع لازم نغير مفاهيم الأسر عن كيفية التعامل مع أطفال ذوي الإعاقة، وكمجتمع لازم نكون خدمات اللي فعلا تساعد هذه الفئة من الأطفال في المجتمع.